شيكابالا يلعب كرة عالية الرأسية من دفاع الاتفاق، لا زالت شريمي القائم، شيكا يحاول أرضية النجار. ادي الكره على الارض وادي ميلان يويفا استلم، هرب لاعب ساحه، حط البينيه حلوه الى عدنان فلاته، عدنان راوغ، عدى عدنان لعبها يا لعيب، حلوه من عدنان فلاته ولكنها بتمر على يسار العويشير والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. هي المراوغه الممتازه وادي الكره مرت على يسار الحارس والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. برافو عدنان فلاته، هذه فرصة من عدنان فلاتة. سعد خيري يلعب لكرات تمريرة، المواجهة رقم 20 ما بين الفريقين هنا في الدوري، مرور من الجانب الأيسر، محاولة للتوغل والتقدم والكرة البينية، الله مرت من على خط المرمى من جانب الكويكي، الكرة الأولى للكوماندوز. شوف التقدم والتوغل من علي عبدي، والكرة بعد ذلك جاءت بلمسة. بالتعادل مع الفيحة بالتأكيد انه الصدارة ستبقى للهلاليين، هذا يجعلهم تحت ضغط اقل. انزاغي روتي يلعب كرة، يا الهي ضاعت بالريبان. شوف الكرة مرة أخرى، واحدة بن شرقي، واحدة بن سيروتي، نهايتها لم تكن على ما يرام، ما يحظ هذا. يتحدث عن ماذا بقي للباطن. حلوت 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 حلوت، مستحيل. الله على الكرة الثانية، على فرصة بتضيع، عمر هو سوي سلامات ومرمى النصر عدى السليمة. شوف اللقطة الماضية، شوف ماذا يفعل الباطن، شوف الكرة، شوف جولي هرام، شوف التبادل في الأدوار، انفراد عدى من وليد، تبادل حارس المرمى، وعمر هو سوي الأدوار. الله يا عمر.